يتوافد الطلبة إلى الأسواق في مثل هذا الوقت من كل عام وقبل بدء العام الدراسي لشراء الملابس والحاجيات المدرسية لأبنائهم الطلبة. أولياء أمور الطلبة أكدوا في تصريحات لمراسل فضائية كركوك أن أسعار المستلزمات المدرسية تشهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا، فيما تباينت الآراء حول جودة الحاجيات المدرسية المعروضة في الأسواق. الطلبة والتلاميذ على موعد قريب من بدء العام الدراسي الجديد، وراح الأهالي يجوبون الأسواق لتجهيز أبنائهم بالزي المدرسي، وهم يعلمون ما يواجهون من غلاء في الأسعار ورداءة جودة الألبسة المستوردة، على أمل أن يجدوا مساعدة من هذا المحل أو ذاك. ملابس المدارس مال الطالبات يعني الصداريات كلش غالية، من 24 إلى 21 يعني أمس بالحد لما نفطر يعني السوق كلش غالي، ما جاي يعني في شيء مناسب نشتريه. شنو المطلوب اللي تجهزه؟ والله مال أطفال المدارس أول ابتدائي. يعني مال أول ابتدائي لحد الآن ما جيرني، يعني الأسعار كلش غالية مرتفعة، يعني الظروف الصعبة جاية تمرنس حاليا. بالنسبة لأسعار الملابس الطلبة الابتدائية والله صعدت تقريبا 30% زين، فنريد من التجار او من اهل البضاعه ان يراعون اكو نازحين، اكو ناس هسه رواتب ما وصلت لها، اكو العمال من الناس صار رواتب ما مستلم 4 أشهر زين، وعندي طلبه وعندي والله عندي بس تجهيز ابن الابتدائي ذاك التكلفه، وعندي بالمتوسطه وعندنا بالاعداديه والله اقل شيء يكلف لك بال 50-60 ألف دينار. السنة هاي الأسعار نشوفها شوية غالية يعني مقارنة بالأعوام السابقة، وخاصة الملابس الخاصة بالطالبات أكثر شيء، النسائية المقصود بها البنات. نعم ارتفاع الأسعار ما ندري السبب شنو، كتجار أو كأصحاب المحلات أو المستوردين يعني لهذه المواد، نطالب يعني الجهات المعنية والتجار بتخفيض الأسعار لمساعدة الطلاب والطالبات في هذا الموسم، وخاصة احنا في هذا العام يعني نشهد شوية ظروف صعبة. صداري المدارس الابتدائية تتصدر أسعار مستلزمات الزي المدرسي، وبعدها الحقيبة المدرسية والقميص ومكملات أخرى تكلف الأهالي أسعارا باهظة. العالم هسه مال العيد دا يشترون، ورا العيد إن شاء الله راح يجي المدارس جنات، الجنات أقلها سعر كلفة ماله 7.5، يعني عائلة إذا عندها 5 طلاب هواي عليه، يعني شيء غالي، يعني الصيني 7.5، إذا جت تركيا 20 ألف 25 ألف. هو الصيني رخيص، إحنا نشتغل بالصيني يعني كبضاعتي يعني، وما يقاوم لا صراحة يعني ما يقاوم. هو اللي يتحكم بالأسعار الصداري المدارس وإذا غير مدارس، يعني هو المحل أبو المحل يقدر يعني التاجر هو يقدر يتحكم، بس شنو حسب الطلب، يعني أكو بضاعة مطلوبة بالسوق مثلا، أكو موديل مطلوب بالسوق يقدر يغليها، مثلا الجملة التاجر الجملة يقدر يغليها 5 دولارات 10 دولارات على الدرس، بس أهل المفرد يعني المفرد كعامة الصداري يعني يجوز من 5-6-4 يعني من 4000 لحد 6000-7000 القطعة يربح به. هو صار 4-5 أيام كان سوق صار زين يعني، بس بعدين تغير لما مدرسة صار تأجيل شوية تأثر على السوق. بحسب أصحاب المحال فإن التاجر قادر على التحكم بأسعار المستورد من الزي المدرسي مرورا ببائع المفرد، والأهالي يدعون إلى التعاون من أجل بذور المستقبل والتخفيف عن أبئ رب الأسرة. فارس الماجد، فضائية كركوك.